محمود زياغي من لبنان، الثأر ولو في المحكمة، مساء الخير. محمود، لمين أردت الثأر؟ نعم؟ لمين أردت الثأر؟ يا والدي. لوالدك؟ نعم. قتل والدك يعني؟ نعم. شو خلفيات الحادثة اللي أدت إلى وفاة والدك؟ يعني تافهة هي السبب، عشان أرض ورعية. نعم. يعني كان قتل خطأ أم قتل عمد؟ لا مش خطأ، ما فينا نقول خطأ. هذا تحليلك أنت؟ كان عمد. نعم نعم كان عمد. هذا تحليلك أنت بكون. نعم. مصير الشخص اللي قتل والدك شو صار فيه؟ قتل، قتلته. قبل شو صار فيه بوقتها؟ وقتها سلم وتوقف. سلم نفسه؟ سلم نفسه وراح للمحاكمة. وشو طلع الحكم؟ ما انحكم قبل ما ينحكم. كان بعد المحاكمة جارية. شو كيف أيمت؟ كيف قد كان عمرك بوقتها محمود؟ 20 سنة كان عمري. كيف أنت أيمت هالوضع؟ يعني كيف شفت هذا الوضع وعائلتك كيف أيمت هذا الوضع؟ يعني القاتل سلم نفسه ويحاكم والعدالة عم تاخذ مجراها. للأسف عندنا الدولة في عندها تقصير بهالنقطة هاي. لو القاتل يقتل يعني بيعدموه، ما بضطر انا انه اخذ بسقر ابي. نعم. كانت الدوله عدمت. ما بتضطر، ولكن العداله كانت عم تاخذ مجراها يعني. شو بده يطلع بس حفظ. بس بس شو كان انت كنت عم تستبق، ولكن قبل ما تقول لي هالموضوع شو كان الجو العام؟ الجو العام بالعائله شو كان الجو العام؟ لقال ياغي بدا تاخذ بالسقر وبدا تخلص من هالذل. هذا يعتبر ذل يعني. ذل ليه؟ ذل. واحد مقتول يعني، مقتول شخص من 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 العائله، تعتبر العائله كلها ب ب ب محمود بعمر كنت بعدك شاب. نعم. انت كنت مقتنع بهذه المفاهيم يعني انه بدنا نخلص من هالذل؟ انت كنت مقتنع شاب عمرك 20 سنه ام كان عندك مفاهيم اخرى وضغوط خلتك تفكر هيك؟ في عنا اقول لك شغله، عنا العوايد نحن يعني المحيط تبعنا هيك. بس قبل ما تقول لي عن المحيط، انت شاب بعمر 22 سنة. نعم. قلت لي شو كان موقفك؟ كنت أنت بدك العدالة تأخذ مجراها للأخير، كنت مقتنع بهذا الموضوع وصار في عليك ضغوطات لتثأر، أما لا كنت أنت مقتنع بالسأر؟ مقتنع بالسأر، وبعرف أنه ما في عدالة عنا، ما في حكم بيطلع إعدام وبينفذوه إذا واحد قتل شخص يعني. بيقعد 4-5 سنين 6-10 سنين وبالآخر بده يطلع من السجن، وهذا غلط من الدولة يعني. ولكن هذا ايضا استباق امور من قبلك. في قتل عن قتل. نعم. بيفرق، لانه قتل دفاع عن النفس ولا ولكن قتل. ولكن عقوبه الاعدام موجوده في القانون اللبناني. موجوده بس مش عم تتنفذ. نعم. للاسف ما القتل عمدا مفروض يكون في اعدام. في عده اسباب للقتل، في اسباب الشرف قتل. نعم. بس تحكي عن هذا مش قلت لي ذل اول شيء. لا يعدم. قلت لي ذل اول شيء. طبعا ذل. نعم. وقت الواحد بيقتل يعني هيبه العائله تنكسر. طبعا طبعا هي بيبقى عوايد هيك ناشئين عليها يعني. يمكن لو ربيانين بغير المنطقه اللي نحن فيها يمكن نتصرف غير. وقت وقع وقت يعني قتل والدك، هل صار في مفاوضات، مساعي صلح بين العائلتين؟ صار مساعي. نعم. شو كان موقفك من هذه؟ انا ما قبلت، ما قبلت بالصلح. ليه مثلا بالاخر انه ممكن كان يصير صلح والعفو يعني في اجر كبير عند الله وبالاخر يعني. يعني والدي هو مثالي، كان ماني شايف حدا بالدنيا سوى انه بي، هو مثالي المثل الاعلى وكل شيء شايفه فيه الدنيا وكل شيء. يجي واحد هيك انه يقتله صعبه. لكن المساعي على نار حاميه والمفاوضات عم بجربوا يوفقوا بين العائلتين. اخذ قرار. شو كان هذا القرار؟ قراري انه اسقر واخلص من الشيء اللي قلقني. انا ما فوت نايم. كيف بلشت حد انت قلقك ام المحيط عم بيضغط عليك لتقلق؟ انا والمحيط. انت والمحيط. نعم نعم. شو عملت؟ وانا ما فوت نايم جوات عتبه بي يعني، حلفت يمين ضل نايم برا على البرندا، يشيلوا جرف الثلج عني يوم يغطوني بالليل مشان يعني. لأيمتى؟ الى ان عشت اشهر. عشت اشهر. شو عملت بهالعشت اشهر؟ حضرت حالك؟ طبعا دربت اني يصير اوس وصيب يعني على الرمايه. على الرمايه. على الرمايه طبعا، انه بدك تقدم على شغلي من النوع، بدك تكون مشان ما تصيب غيره او تقتل غيره.
تعلمنا على الرماية وصرنا من أول منيح. لكن بدك مثلا تقتل القاتل ليه؟ سؤال، لأنه في بعض بالنزعات العشائرية كنت عم بقرأ أنه ممكن يكون شخص قريب من القاتل، مش ضروري يكون القاتل. هذا مش أخذ تقر، تقتل أخوه أو ابن عمه أو ابنه أو أو أو، هذا مش أخذ تقر، هذا افترى واعتدى. لكن التار هو عم تخلص القاتل، انت من مشكله من جريمه عم تخلصه، عم تعفيه، عم نعم. تقتل غيره وعم تريحه له. لكن انت القاتل. قررت يعني بدك تعمل جريمه ثأر عن سابق اصرار وتصميم. نعم. وتدربت 10 اشهر على الرمايه. نعم. وصل النهار وين كان القاتل؟ كان عم تقول لي كان عم يتحاكم يعني بالمحكمه. نعم نعم. من وين جبت المسدس وقتها؟ مسدس بيي. هو وين خبيته؟ شو عملت؟ جبت روب تبع المحاماه. نعم. لبسته والمسدس حطيته هون تحت الروب كانتحال صفه يعني كمحامي. نعم. مشان نموه، مشان لانه بيفتشوا الفايت والطالع على المحكمه. بيقولوا انا محامي. محامي تفضل استاذ، ما بيطلبوا لا تذكره لا بطاقه. محمود انت وطالع من البيت. نعم. انت وطالع شو قلت؟ قلت انا فخور لأنه عم بياخذ تار والدي طبعاً. أم عم بتقول أنا مجرم الله يسامحني؟ لا لا فخور أنا، لأنه هيدي عوايدي وبيئتي هي. نعم. عايش فيها، عايش ببيئة. طلعت وصلت على المحكمة، سألوك على بطاقة هوية، بطاقة مزاولة مهنة؟ لا ولا شيء. الأستاذ لابس روب محاماة دغري فوتوني لأحضر الجلسة. فت شفت القاتل قدامك كان؟ نعم. قل لي شو صار محمود؟ يعني وقت شفته طبعا شلت المسدس دغري واطلقت النار 3 طلقات على صدره. نعم. بداخل المحكمة. داخل المحكمة. شو صار بالمحكمة؟ صار هرج ومرج طبعا ما هم منتظرين يعني قاعد هرج ومرج في المحكمة. في المقابل عائلة ياغي شو كان موقفها؟ كيف تلقيت الخبر انه انت اخذت بالطار؟ طبعا انبسطوا وهللوا وقوسوا وكانوا كثير يعني بمحل في جريمة قتل في المحكمة ومحل اخر في اطلاق نار بالضبط فرحانين بالضبط. بهاللحظة محمود شو عملت انت؟ سلمت حالك؟ سلمت حالي. نعم. انت عم بتصوب المسدس على القاتل، قلت له شيء؟ قلت له بعتقد هيك كلمتين ما في لزوم نقولهم مشان ما بيقطعوا على الهواء يعني؟ بلا ما في لزوم يعني مشان اهليته مشان. نعم. حلو يعني. نعم. صلحنا هلا صرنا اهل واخوه وجيران. نعم. سلمت نفسك، شو كان القرار الظني الحكم اللي صدر بحقك؟ الاعدام. لكن الاعدام موجود. اعدام مع الورق. اعدام ما بيتنفذ يعني ما نفذ حكم اعدام بلبنان الا الشائنات تقريبا يعني. نفذ يعني شائنه يعني وقت بيروح بيشلح واحد. نعم. ولكن هذا مش موضوع، ولكن في عقوبات اعدام نفذت يعني، ما مش هذا الموضوع اللي نحكي فيه، ولكن صار في اعدام بحقك يعني حكم صدر قرار انه يكون في. بعدين شو صار؟ اتهامية طلبوا لي الإعدام. نعم. انت ليلة وحدة جلسوا 3 قضاة وطلبوا الإعدام. بضل سنة سنتين ليجي واحد الهيئة الإتهامية اللي تعمل القرار تبعها. سهروا كل الليل أول ليلة وحدة وطلعوا القرار وإدانتي بالمادة 549 حقاً عملت جريمتك من قانون العقوبات. نعم. اليوم بعد 35 سنة أنت اليوم معي اليوم في أحمر بالخط العريض مشكور عم تقدم شهادتك، كيف أنت هون؟ يعني أنا لحتى وفي ترى في حكم إعدام طلع بحقك. أنا رجعت سلمت، أنا طفرت رحت على أمريكا، برمت أوروبا، برمت كيف 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 طلعت يعني؟ كان صدر حكم الإعدام بباسبور غير. كيف طلعت من الحبس؟ بغير اسمي، هربت هريبي من الحبس. كيف؟ من العسكريين ياخذيني دورية لحتى يصوروا لي معدتي بالمستشفى. إخواتي لقوا. ليه ادعيت إنك مريض؟ ادعيت إني مريض، نعم. واخذين اللي يصوروني بالمستشفى، بيلاقوني اخواتي بالسياره اللي انا فيها والعسكريه فيها، وعملوا حادث بوز ببوز بال كان في تنسيق بينك وبين اخواتك؟ طبعا طبعا.
يعني حتى خي ضايق من الحادث ليله حادث صغير لحتى نقدر تسحبوني من إذان العسكرية، عمل حادث قوي طلع الدركسيون على صدره يعني قد ما يعني متحمس حتى لأنه حكم إعدام مش يوم واثنين، والحكم إعدام يعني تفكر بالهريب يعني هربوك هربوني نعم وطلعت برات لبنان. هذه بأي سنة تقريبا عم نحكي؟ عم نحكي بال 74 75 أول يعني 75 يعني لبنان كان على شفير حرب أهلية قبل ما يصير الحر، قبل ما تصير كانت الأجواء مشحونة، كانت على شفير يعني كانت الأجواء مشحونة بوقتها يعني شيء لا يذكر بقى ما كان نعم. في صائب سلام وزير الداخلية وكانوا عم ينفذوا أحكام إعدام وكانت دولة قوية يعني مش مثل هلا يعني. وأنت هربت أثناء الحرب أو أنت هربت؟ نعم بباسبور مزور؟ بباسبور مزور. قد إيه ضليتك خارج لبنان؟ قعدت 20 سنة خارج لبنان. ليه ما رجعت؟ رجعت وقت صار في فوضى وما عاد في دولة يعني نعم وأحداث، رجعت على لبنان وسلمت نفسك؟ مش دغري، في فترة من الفترات لقينا أنه من الأنسب أنه يسلم، سلمنا واتحكمنا وحكم علي باكتفاء مدي، كنت صري سنتين وسبعة أشهر. نعم قضيت سنتين وسبعة أشهر يعني حكمني القاضي اكتفاء مدي. لو ما سألت طبعا صار صلح، ما هيدا جاي أسأل. نعم. صار صلح وجبت إسقاط حق. نعم يعني إسقاط الحق العام، القاضي حر مخول يحكم النار. نعم ومخول يقول اطلع برا او اللي بده اياه فيه محمود، الحق العام فيه يتصرف فيه يعني. لو ما سألت نعم شو كان تغير بمحمود اليوم؟ يعني كنت بدي أعيش حياتي بالنسبة لمحيطي هونيك. نعم. بدي أعيش بذل وأي شغلة أعملها، حتى إذا بدي ألبس بدلة بيقولوا روح خذ تربيك قبل ما إذا بدي أتزوج بروح خذ تربيك قبل ما تتزوج، يعني بصيروا يهتوا للواحد وبصيروا اليوم حسب بعد العوايد يعني. نعم اليوم بعد 35 سنة. نعم. هل هذه المفاهيم بعدها موجودة؟ مش مثل ما كانت من 35 سنة، خفت شوي بس ما انتهت يعني، بس خفت تقريبا شي 60% خفت عم تقلي. ولكن اليوم يعني الدولة تؤكد انها فرضت هيبتها على كامل الاراضي اللبنانية، هل بعد في امكان ليصير في عمليات سلاح بين ايدي العالم؟ شو الدولة كيف يوصلكم السلاح؟ السلاح مع العالم كله مو من عدا حدا يعني. كيف حضرتك ما عندك سلاح؟ انا لا عجيبة قليل بلبنان اللي ما عنده سلاح في بيته قليل، بس ما فيك تعمل يعني دفاع عن النفس بالقليل. نعم. واحد بيقتني سلاح بلبنان معروفة يعني مش عم بزيع يعني سر يعني. ولكن ما فيك انه تعمم منطقة من لبنان على كل لبنان. عندنا ببع البكايد العوايد وهيك عايشين يعني السقر، بس السقر من صاحب العلاقة مش من خيه. نعم مش من ابنه. اليوم شو هو الرادع ليتغلب القانون على النزعة العشائرية؟ الرادع الدولي وقت اللي بتنفذ حكم إعدام بشخص ارتكب جريمة وهي مش قضاء وقدر طبعا ولا شغلة خطأ يعني خطأ أو شغلة شرف أو شغلة يعني عامدا متعمد قتل، لازم تعدمه الدولة حتى ما يصير من أهله يسأروا طبعا. وقت الدولة بتعدمه أنا ما في لزوم لحتى أسأر ولا أعمل أي شيء، وبكون ممنون الدولة وبتشكرها شالت عني عبء طويل عريض يعني.